ناخذ تليفون اليوم الحدث وكل الحدث اليوم يجينا من بنقردان تحديدا هذه المنطقة الحدودية اللي استبسل فيها جنود الوطن وأيضا مدنيين وفي الذاكرة عنا بطولات وقت اللي نحكي على ذكرى ملحمة بنقردان. معايا مباشرة ابن الجهة ابن المنطقة وشاعرنا لسيمة مبروك السياري، صباح النور. صباح الورد، تحية طيبة ليك وللمشاهدين الكرام. ايناس سي مبروك، قبل كل شيء انا نقول لك صباح العزة والكرامة، نحييو الذكرى هذه طبعا بكل فخر وبكل اعتزاز. وخليني نبدا من هوني، انت ابن المنطقة هذه وشاهد عيان وشاهد على الاحداث هذه في تاريخها الاصلي 2016. نعم، كانت يعني في الحقيقة أحداث لا يمكن أن تتكرر ولا يمكن أن يعيشها الإنسان مرتين. استفقنا يوم 7 مارس 2016 على وابل يعني من الرصاص وعلى هجمة خطيرة جدا، واستنكرناها جميعا يعني كأهالي بنقردان. استهدفت المدينة وحاولت تحويلها إلى إمارة داعشية، ولكن الحمد لله بفضل جنودنا البواسل والأمنيين، ويعني كان دعم لا مشروط وغير محدود من المواطنين، يعني تم دحر الإرهاب وتم يعني حدث نصر مبين إلى الآن نتحدث عنه وسننقله إلى الأجيال القادمة حتى يترسخ في الوجدان الجمعي. أنا هذا هو كنت باش نربط معاك بوصفك شاعر، بوصفك مثقف، ونعرف أنه المثقف هو حامي بشكل أو بآخر الذاكرة الشعبية. التوثيق لهذه الملحمة مبروك السياري هل تم؟ هل هناك اليوم حافظة، ما يسمى بحافظة للذاكرة الشعبية الوطنية لحدث بهذا الجلل بهذه الأهمية؟ هو في الحقيقة أنا شخصيا بصدد جمع معطيات والإعداد لكتاب يوثق لهذه الملحمة، لأنه بعض التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد، يعني حتى الملف يعني القضية ما زالت مفتوحة، ولكن فيه كتاب صدر لصديقنا محمد ذويب حول هذه الملحمة، كان جمع جملة من المعطيات والفيديوهات التي قام معناها بتلخيصها، إضافة إلى كون ثمة توثيق آخر شعري سواء في الشعر العربي أو الشعر الفصيح، وجملة من المقالات التي تحتاج كثيرا من الوقت للتوثيق لهذه الذكرى. ولكن يعني في الحقيقة البطولة التي تحققت في بنقردان لم تواكبها تنمية، مما يثير يعني حفيظة يعني الأهالي، لأنه البنية التحتية لا تزال متردية والواقع الاجتماعي والاقتصادي يعني بائس إلى حد كبير. رغم إدراج بنقردان منطقة سياحية 2017-2018 على ما أظن، سي مبروك 2017 هو في الذكرى الأولى سنة 2017 تم إعلان 17 نقطة في علاقة يعني بالتنمية، ولكن صار يعني تلكؤ وتباطؤ كبير جدا في يعني انجاز هذه المشاريع. احنا تفكروا في 9 ابريل 2016 يعني عقب الاحداث كان الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله اعلن ان مدينه بنقردان عاصمه لتونس، طبعا اعلنها بشكل مجازي وليس على سبيل الحقيقه، ولكن للاسف يعني ظلت على سبيل المجاز. انا نتمنى ان شاء الله انه يكون في المستقبل القريب تفعيل حقيقي لمختلف هذه المشاريع التي أعلنت وتقع التفاتة حقيقية، اعتبار الكون بنقردان منطقة حدودية ساخنة دائما وأبدا. صحيح. وهي صمام أمان يعني للبلاد ككل. صحيح. قبل ما نختم معك ولكن بإيجاز لو تسمح مبروك السياري، من 2/7 الاحتفالات انطلقت الحقيقة في بنقردان، مش اليوم فقط يعني من الأسبوع المنقضي من 2 مارس. فكرة شوية على الحضور العربي على التظاهرة الفنية الثقافية معك. نعم، هو منذ يعني الاحتفال بالذكرى الأولى
كانت التظاهر من 2 ل 7 اعتبارا لكونه 2 ايضا شهدت بن قردان عمليه ارهابيه، فاردنا ان تكون من 2 ل 7 لرمزيه يعني التاريخين. الحضور العربي كان حاضرا تقريبا في كل الدورات، منهم الليله مثلا سهره فنيه موسيقيه للفنانه كارلا شمعون، اضافه الى كونه الفقره الشعريه كانت دائما وابدا تعنى باستدعاء ضيوف عرب، منهم كان حضور مكثف للشقيقه ليبيا هذا العام في الامسيه الشعريه من خلال 3 شعراء مهمين يعني. انا باش نكمل معاك، ولكن اسمحوني عذرا، احنا في المباشر وشرقة نسرين. تفضل نسرين. نسرين باش تغادرنا لانه كملنا الفقره، ولكن احتجزناك يا نسرين بحضنا، وان شاء الله لاباس، الف لطف والف سلامه ليك. نرجع لك مبروك سياري لو تسمح. فقط حبيت نسمع شعره، ما نجمش الحقيقه نفوت فرصه انك تكون معايا ما نسمعش بعض الابيات من من منك انت ابن الجهه شاهد عيان مره اخرى، تعود بنا للذاكره، ترجعنا للمرحله هذيك، واحنا نعرفوا انه ابن عمك استشهد في الملحمه هذه، مبروك هكا ولا؟ نعم، هم يعني كلهم اخوه وابناء عمومه واصدقاء يعني، هو احد ال 22 شهيد اللي فقدتهم تونس في ذلك اليوم. طيب رحمه الله يعني، رحمه ونور عليهم الكل طبعا. طبعا نسمعك نسمعك ولو ممكن على الصور اللي كان يمرر لنا فيهم وتمرر لنا فيهم زميلتنا في الاعلاميه. دونك نحب نسمع حاجه على تونس، حاجه على الملحمه، شعرا في انتظار مبروك السياري انك تكون بحذايا في البلاتو لهنا ونتحدث عن الاصدارات نتاعك. يلا سمعني حاجه في الاطار هذايا وخلينا في قلب الحدث من خلال الشعر، ومره اخرى دور الشاعر ودور المثقف في حفظ الذاكره الوطنيه، و ملحمة بن قردان واحدة من مفصلية كنا نحكيه على الذاكرة الوطنية التونسية. نعم، أقرأ مقطعا من قصيدة لعلها تلخص العشرية الأخيرة، ما قبلها بقليل وما بعدها تتحدث يعني عن تونس بشكل عام. إن شاء الله نشوف تونس أجمل يا رب. يد يد من الضوء، فانوس تناقله الصورات، حين بقلبي عرش الغسق. يد تمد إلى ناء من المدن الرموز، باب على التأويل منغلق. يد وحق حياء الطل أسمعها، ما صافحتني إلا وشوش العرق. في البدء همس لطيف شف معجمه، وفي الختام إلى أن قالت الحرق. وددت لو أن كل الوقت فضفضة حرة وسرد من الكفين يندفق. وأسلمتني إلى الأحلام هدهدة، رأيت في ما يرى كفا بها أثق. تشير آخر هذا الليل باسمة لشارع تونسي ضاءه الحنق. يهوي إليه حجيج فرط لهفتهم، كأنهم من دراء أشواقهم خلقوا. وفجأة يبست مليون سنبلة على رصيف الأغاني، فجأة سرقوا. يا رب، من سرق الإنسان في بلدي؟ وكيف دون أعلى الصفحة افترقوا؟ وقبل أن يكمل الرائم نامته، تشابه الشارع المغدور والنفق. لولا يد فتحت في التيه نافذة عليا، وحيث أشارت يبسم الفلق. كانت تحدثني همسا أصابعها، وكنت أصغي لها خطفا وأسترق. وكنت أقرأ في شلال رعشتها حرية الماء حين الماء ينعتق. وشكرا. شكرا جزيلا، شكرا شاعرنا مبروك السياري مباشرة، ونعرف اني خديتك من التزامك وضيوفك اللي حاضرين معاك، مشكور جدا. هل تجوز الكلمات، بعض هذه الكلمات، مش نسكم البيزة.